هواي احنا عندنا مشاريع تفكت، عندنا هاي المدارس اللي صار لها تقريبا اليوم 13 و12 سنه تهدمت، مدارس كانت الطلاب تداوم بيها، طلعوهم الطلاب فلشوا في سبيل ابنهم يا مده اقصاها سنه، وهاي صار لها 13 سنه مهدمه المدارس. وطبعا هاي المدارس احنا كنا العراقيين ندري هاي المدارس هي خطه مدروسه من قبل السياسيين اللي انفتحوا مدارس اهليه في سبيل يهون التعليم الحكومي، ونحن نلتجئ ونودي اولادنا للمدارس الاهليه زين. وهي هاي الخطه رسموها يعني استاذ وسام ايش قد عدد المدارس اللي تم هدمها وهاي المدارس حكوميه اللي هدمت؟ نعم المدارس كلها حكوميه اللي تدعمت ماك اهليه كلها حكوميه، ما يقارب تقريبا من ستة إلى سبع مدارس فقط في قضاء المسيب، فقط في قضاء، ما أقول إيش ناحية. يعني عندكم اليوم أنتم فائض بالمدارس لها سبب يعني هدمت، لو شنو الأسباب برأيك؟ أنت ذكرت إنه اليوم حتى التجهيل للتعليم الأهلي، زين اليوم اللي ما عنده إمكانية العمل البسيط، اليوم اللي راتبه رعاية، شلون يقدر يدز أولاده للمدارس الأهلية؟ ستبه هم أصلاً ما يفكرون، هم ما يفكرون بالفقير والما عنده. حشاكم الما عنده يقول شو طبه مرض، انا التجئ اذا مثلا 1000 عائله يطلعون من عنده فد 200 عائله هم اغنياء يقدرون التجئ ذول ال 200 والباقي ال 800 بالشرط.